السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة وجولة جديدة في إقليم بركان. في هذه الجولة غادي نتوجه نحو شاطئ السعيدية. غادي تكون جولة في كورنيش السعيدية وفي شاطئ السعيدية يوم الأحد، وانتم عارفين بأن يوم الأحد كيجيو واحد العدد كبير من الزوار شاطئ السعيدية بيستمتعوا بالأجواء ديال البحر، وايضا يتجولوا بالقرب من شاطئ السعيدية وفي الكورنيش كذلك. وايضا كاين الناس اللي كيمشيو يجلسوا في المقاهي باش يفوتوا واحد الوقت زين مع العائلة ديالهم ومع الاصدقاء. غادي نبداوه بطريق نحو السعيدية. الطريق ديال السعيدية كان فيها مجموعة ديال الأشغال بالخصوص في البداية ديالها، يعني من توصل ديك الرومبوا من تكون جاي من مدينة بركان ولا جاي من الجهة ديال المريس كتلقى واحد الرومبوا وتما كتفوت بواحد الطريق اللي تفوت على الحدود مع الجزائر. ديك الطريق بداو فيها الأشغال مؤخرا وبغاو يديروا التريطوارات في الوسط ديال الطريق. ايضا الجهه ديال بيل الجراف حتى هي لقيناها مبلعه الطريق ديالها، من مشينا مع ديك الطريق قاطعين الطريق في ديك الجهه، لذلك اضطررنا اننا نفوتوا من الجهه اللي كتدي المارينا. وهذا الشيء اللي غادي يكون في الفيديو ديالنا الاول ديال السعيديه، وطبعا غادي يكون واحد الفيديو اخر اللي غادي نتجولوا فيه في كورنيش السعيديه باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف.
مرة تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناة ومازال ما اشتركتوش بالقناة، أدعوكم للاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. كنحاولوا أننا دائما نوع من المحتوى. كاين مجموعة ديال الجولات في الإقليم وفي المدينة ديال بركان وفي المنطقة الشرقية بصفة عامة، في المدينة ديال وجدة، في المدينة ديال الناظور، في السعيدية، تافوغالت، في زوان، ومجموعة ديال المناطق السياحية. ايضا كيكونوا جولات في الاحياء ديال مدينة بركان ومدينة ديال وجدة ومدينة الناظور كذلك، وايضا الجديد ديال اقليم بركان. يعني من تكون شي اشغال ولا من يكون شي حاجة جديدة كنحاولوا اننا نقربوها لكم عن طريق الفيديوهات اللي كنقدموا. وطبعا الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، نزلوا لتحت كتبوا لنا شي كومنتار سواء ملاحظة ولا تعليق ايجابي، ولا الى عندكم شي اقتراحات لفيديوهات مقبله كتبوها لي في لي كومونتير وغادي نجاوب على جميع التعليقات ديالكم. نتمنى لكم فرجه ممتعه، كملوا معنا الفيديو حتى الاخير ونتمنى لكم فرجه ممتعه.